السلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة ديال اليوم غادي تكون معنا إن شاء الله لالة نعيمة اللي غادي تعاونني في تحضير طلبية ديال الملوي. ملوي بطريقة زوينة بواحد الحشوة اللي غزالة، واخا تتقب لك العجينة واخا أي حاجة غادي يصدق لك رائع وغزال. تبعوا معنا الفيديو حتى الآخر لأن كاين أسرار اللي غادي تنفعك إن شاء الله، بالأخص لك كنتي كتخدمي طلبية. أول حاجة كنخدموا بأربعة زلايف ديال الفورس مع جوج زلايف الفينو، كما كنقول ديما البنات عافاكم الجودة ديال الفورس ولا الفينو تكون مزيانة. ديما خدمي الكليانة بحال باغا تخدمي لراسك، ماشي الا غتخدمي لراسك ديري حاجة مزيانة والكليانة دير لها شي حاجة ناقصة، لا عافاكم ديما الخدمة تكون بصدق. هنايا دارت واحد المعلقة ديال السكر، معلقة ديال الخميرة ديال الحلويات صاشية، وشوية ديال الملحة. هنا صافي غادي تجمع العجين، غادي تجمعو بالماء المعادي ديال الروبيني حتى كيتجمع لها العجين مزيان. في الاخير ضافت هنا واحد المعلقه ديال الخل، لانه كيعاون على باش كيبقى الملوي ديالكم رطب ما كيقساحش، واخا تخدمي طلبيه الصباح وتعطيها للكليانه في العشيه، ولا واخا تخدميها غير لدارك وتبات ولا شي حاجه ما تتخافيش انها تقساح، كتبقى ديما رطبه، وهذا الشيء عن تجربه الحمد لله. ضافت في الاخير واحد شويه ديال العسل اللي قالت لكم ماشي ضروري، يعني ممكن ديروه وممكن ما ديروش، حتى هو كيعاون باش ان العجينه تجي رطيبه. هنا كتخلط العجين وكتحاول انها تجمعها، اهم شيء ان العجينه تجمع مزيان. دليك تقدروا ديروا غير نص دليك، لان في الاخير غادي ديروا ان شاء الله في الساشي اللي غادي تخليه فيه كيرتاح، فهنا غادي تبقى دير في الماء وتزيد بشويه بشويه حتى غيتجمع ليها العجين. بالنسبه للعجين ما خاصكمش تخليه مطلوق، ديما العجين ديال الملوي خاصو يجي شاد في راسو، سواء ديال الملوي ولا ديال المسمن. الصراحه بزاف منكم تيقولوا لي راه ما تيصدقش ليهم المسمن هذا، ولكن ملي كنجي نشوف كنلقى المشكل هو انكم تتجريو العجينه ديال المسمن ولا ديال الملوي، ديما العجينه ديالهم تجي شاده في راسها، لان عرفتوا تنخليوه يرتاح شويه، تنعاود نخليوه يرتاح باش نقرصوا شويه، ففي هذه الراحه راه هو كيزيد يتطلق، فلا داعي باش انكم تخليوه جاري من الاول. الا خليتوه جاري من الاول راه ملي غتوصلي ما غتوصلي طيبيه حتى تولي تهزي المسمنه وتولي هي تتحكم فيك، ماشي انت كتحكمي فيها. هنا من بعد ما كملات جمعت كل شيء في الساشيه هكا نقيه، وغادي تخليه كيرتاح لمده نصف ساعه ان شاء الله بين ما حضرت الحشوه اللي غادي تعجن بها هذا الملوي هذا من الداخل. فبالنسبه للحشوه درت نص باكيه ديال البواطه ديال ليليا، نص باكيه مع تقريبا واحد كاس ونص ديال الفينو، نص باكيه ديال البواطه ليليا، تقدروا ديروا مارغارين الا بغيتوا، مع كاس ونص ديال الفينو صافي. من بعد غادي تزيد عليهم ما بين كاس حتى الكاس ونص ديال الزيت، فهذه غادي تكفيها باش انها ديرها من الداخل، عوض ما تدردرو كدير هذه، كتعاونها بزاف باش يجي المسمن مرخي وتيجي حتى من الداخل محلول. نتوما غادي تشوفوا ان شاء الله النتيجه في اخر الفيديو. فغدير هذا الشيء كيدوب حتى كينسجموا المكونات مع بعضهم، بين ما ارتاحت لينا العجينه غادي نقسموها. من بعد هنا فاش قسمنا العجينه وخليناها كترتاح، بالنسبه للقياس المسمنه المويان تديروا فيها 120 غرام، وبالنسبه للمسمنه الكبيره 200 غرام، والمسمنه الصغيره الميني بريستيج ديال البريستيج كديري فيها واحد 60 غرام. هنا كتبسط وتدهن غير شويه بداك الخليط كما شفتوا، راه ما تتكثرش بزاف لانكم الا كثرتوا ثاني راه الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده، هي بشويه وكتبدا تجمع هكا، تجمعها على جوج بعدا وتتعاود تجمعها بهذا الشكل هذا، وديما ما تزيروش. غادي نعاودو نوريكم وحده اخرى مزيان باش تشوفوا الطريقه كيفاش. فهنا كتبسط بهذا الشكل، وماشي ضروري انه ما يتثقبش، ولا الا تثقب عادي، الا ما تثقبش عادي يعني كما كان. فهنا غادي تبسط العجينه مزيان، وهي كتستعمل شويه ديال الزيت، الصراحه كيجي ناشف هذا الملوي هذا. فهنا درت شويه ديال ديك الخلطه، فغادي تدور عادي الشكل العادي ديال المسمن، ولكن هنا غادي تعاود طويها على جوج، نتوما غادي تشوفوا غدير الحشوه وغادي طويها هكا على جوج. من بعد صافي غتبدا تجبد في داك الملوي وتبدا تلوي فيها هكا عادي، تقدروا ديروا الحشوه في هذه البلاصه هذه باش الملويه تجيكم اكثر يعني مفشفشه بزاف وزوينه. هذه الطريقه كما كتشوفوا طريقه ساهله ماهله،
وحتى هي طريقتها، انا قدمت لكم الطريقه ديال لاله نعيمه كيفاش كتخدم الملوي، والصراحه عنده تجربه الحمد لله. شحال من مره خدماته معايا كيجي غزال. فكل واحد كتبقى ليه الحريه. انا شخصيا كنخدم مسمن عادي، ما كنضيف ليه والو، كيجي مزيان، ولكن كيبقى كل واحد والطريقه ديالو. حتى نتوما اللي تسمعوني راه كل وحده والطريقه ديالها في المسمن، وكل وحده وشنو كتستعمل، وحنا كنحترموا الاراء ديال الناس كاملين. هنا غادي من بعد ما غادي تكمل ان شاء الله غادي يكون ارتاح، غادي ندوزو باش غادي نطيبو في مولاتي الحادقه. كنقول لها الحادقه لان الصراحه شي حاجه فنه. البنات اللي سولوني على لي بلونش الكتريك، راه عندي في المحل ناغورا كويزين في اكادير الحي محمدي، وتنديروا لها ليفريزون المغرب كامل. غادي نخلي لكم الرقم اسفل الفيديو. مرحبا والف مرحبا بكم، تواصلوا راه موجودين. هذه الصراحه كانت عندي تقريبا دابا راه شي 5 سنين، غادي 5 سنين ما شاء الله عليها، هي اللي كنخدم بها دغيا 10 دقائق راه كملت 40 ولا 50 هذا من سمنه ولا ملويه. هنا تقريبا خرجت لنا عماد المكونات، خرجوا ليها تقريبا 30 ملويه، فالمقادير اللي عطيناكم تيخرجوا تقريبا ما بين 27 حتى 30 ملويه. هنا كتقرص وكتحط، والعافيه ما تكونش مجهده بزاف. والحاجه اللي نبغي نقول لكم في الطياب ديال الملوي هو انكم خاصكم تبقاو تقلبوا فيه، يعني ملي كتحطيه دابا هي غتحط كل شيء في خطره وغادا تقلب فيه ما بين كل، اش نقول لكم، ما بين كل 10 ثواني و10 ثواني خاصكم تقلبوه. ملي كيبان لكم الملوي ديالكم بدا كيتنفخ بدا كتقلب، صافي كتخليوه وكدهنوه وكتخليوه كيطيب على واحد الجهه، وتتقلبوه يطيب على الجهه الاخرى، كيجي الملوي ديالكم زوين كيتنفخ كيجي غزال. فكما كتشوفوا هذا هو الملوي ديالنا، راه باين كل شيء باين في الفيديو ما شاء الله. فهنا من بعد ما غادي تبدا تقلب هكا حتى غيتنفخ، غتخليه يتحمر باش غادي نشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي ديالو ولا كيفاش جا. انتوما راه كل مره بقاو تقلبوه، كل مره بقاو تقلبوه، هذا هو السر باش انه ينجح لكم في الطياب. هادشي باش قلت لكم عاودوا تفرجوا عفاكم الفيديو ديما، عاودوا كملوه، لا داعي باش انكم تبقاو. اللي ما غتكملوش ما تفرجش فيه لان ما غتستافد والو، ماشي غير الفيديو ديالي، اي فيديو ديال اي اخت، لان السر كاين وسط داك الفيديو، وسط داك الفيديو كتعرفي شحال من حاجه اللي خاصك تتبعيها باش الوصفه كتنجح ليك ولا الوصفه ما تنجحش ليك. صافي هادشي اللي كاين. شحال من دابا كتشوف غير بدايه الفيديو تتنقز للاخر وتقول لك ما صدقاتش ليا الوصفه، ما صدقاتش ليك لانك ما تصنتيش بزاف ديال النصائح اللي ممكن انهم يعاونوك في هاد الوصفه هادي. لاله نعيمه هي كملات كما شفتوا، ضروري انكم قالت لكم تحلوه بهذا الشكل هذا باقي سخون، تحطوه فوق الطبله وتضربوه بهذا الشكل، وعاد باش تحطوه في الطبسيل وتخليه، راه هكا كيتحل، تيتحل تيجي كامل محلول ما تيبقاش يعني ملاصق هكا. خاصكم ملي يكون باقي سخون وانتوما كتحلوه فيه. صافي غادي تكمل ان شاء الله، حتى غادي تكمل الملوي بالكامل ان شاء الله باذن الله، وغادي نتلاقاو باش نشوفوا الملوي ديالنا كيفاش جا، غادي نوريه لكم كيفاش جا غزال. فتسناو ان شاء الله حتى الاخر ديال الفيديو. تبارك الله الملوي ديالنا هو وجد، تبارك الله لاله نعيمه جا غزال. غادي تشوفوا الكيكه تاع هي، الكيكه تاع هي راه وجدنا لكم انا ولاله نعيمه ان شاء الله، غادي تشوفوها في الفيديو الجاي في السيمانه الجايه ان شاء الله. غادي تشوفوا هذا الفيديو هذا ديال الكيكه اللي كتكون اقتصاديه اللي غادي تخدموا بها ان شاء الله غزاله. المهم تسناو الفيديو الملوي. شوفوا انا غادي نحل لهم وحدي، شوفوا شوفوا تبارك الله، شوفوا كيجي غزال ورطيطب، هانتوما كلشي رطب كلشي زوين ما شاء الله تبارك الله عليك لاله نعيمه. البنات اللي بغات تكوموندي اي حاجه مرحبا بها، التليفون خلينا عليكم اسفل الفيديو، اي مدينه مرحبا والف مرحبا. اش غادي ديما حشمه على نعيمه دابا جايه ان شاء الله نقول لكم انا كلشي.
ايه ان شاء الله ان شاء باذن الله. الله. نوبه جايه قلت لكم ادي لكم فيديو تهضر هي ايه زعما، ما هضر. غاديش ندوي انايا. يلا ما كنقول نزلتش لكم معنا. بالسلامه عليكم، شكرا بزاف نعيمه، السلام عليكم، بالسلامه عليكم، تلقاو ان فيديو شاء اخر، الله. بالسلامه.